ومعانا ايضا البطلة نور الشربيني وكابتن عمرو منسي رئيس اتحاد سكواش، وايضا طبعا لاعب سكواش معروف ومن زمان بيلعب سكواش لكن دلوقتي هو رئيس الاتحاد. اهلا بيكو. يعني قولي لي بقى، دي اول مرة تكسبي، اول مرة يبقى في فتاة مصرية تفوز بالبريتش اوبن او بطولة بريطانيا المفتوحة؟ هو طبعا بريتش اوبن ديت زي اقدم او يعني اقدم بطوله عندنا زي مثلا ويمبلدون في التنس، فاحنا دي بالنسبه لنا بتبقى اهم بطوله في السنه، لان الناس كلها يعني كل اللاعبين بيبقوا جايين ويعني نفسهم طبعا يكسبوها يعني واكيد البطوله كانت بالنسبه لي مهمه يعني، او يعني شرف ليا ان انا ابقى اول واحده مصريه اكسبها يعني. ده شيء جميل. انت طبعا مش رئيس اتحاد سكواش، بالظبط انت كده. مدرب ومؤسس. معلش معلش اللخبطه، انت مدرب المنتخب سكواش، فمعلش. لا ده انا اللي بصلح الغلطه، معلش انا اسفه بعتذر. عمرو، انت يعني لما بتلاقي الشباب دول كلهم يعني بيحرزوا مراكز اولى، سواء شوربجي او غيره، واحنا عندنا 5 من المصنفين الولاد في الاوائل بتوع السكواش، وايضا في البنات، بتحس بايه يعني؟ اشمعنى السكواش؟ ما هو ده بالظبط الفكره اللي احنا كان ليه الواحد فكر على الموضوع بتاع بطوله الجونه، ان هي ان لما انا كنت بلعب كلعيب محترف، انا دلوقتي بطلت بقى خلاص يعني بمرن منتخب مصر اللعيبه اللي عايشه في اسكندريه يعني. ففكرت ان احنا ازاي نقدر نكبر اللعبه دي في مصر، ان اللعبه تبقى منتشره، وازاي نبقى عندنا بطوله الحمد لله ان السنه دي السنه الخامسه ليها تبقى مستمره، واحنا عندنا في مصر ان احنا نقدر نعمل حاجه لمده 5 سنين ورا بعض، يعني مش ورا بعض يعني، ما قدرناش نعملها في 2011 و2013، بقت الجونه الوحيده اللي بتعمل في مصر واحده من اكبر 8 بطولات تنظم على مستوى العالم. فبتدي اكسبوجر للعبه في مصر، وبتتذاع بره عالميا في اكتر من 30 محطه في العالم، وبتدي فرصه للاعبين المصريين بتوعنا ان هم يقدروا يحافظوا على ترتيبهم، والناس في مصر تقدر تتابعهم في مصر يعني على الاقل. نور، احكي لي بقى تاريخك مع السكواش، يعني ابتديتي تحبيه امتى؟ لعبتيه من امتى؟ احكي لي قصتك. هو انا بدات سكواش وانا عندي 6 سنين، كان 6. كان اخويا الكبير هو كان بيلعب الاول وبس، يعني زي اي حد طبيعي يعني اخو كبير بيلعب، فجاء عليا الدور ان انا العب يعني رياضه، فهو كان بيلعب سكواش فدخلت سكواش يعني. فبس انا يعني كنت بعمل حاجات كتير من وانا صغيره، دخلت بطولات من وانا صغيره. ف دي صورتك وانت صغيره ده انا وانا صغيره قوي. فبس فبدات اسافر بطولات بره وكده، ومن ساعتها يعني وانا الموضوع بدأ أكيد معايا بتتفرجي على الصور وبتعرفي. الصور جت منين؟ لازم هنجيب لك الصور، بتجيب كل مراحل تطورك. أول بطولة خدتيها إيه يا نور؟ هي كانت بطولة في مصر يعني. يعني أول بطولة دولية دوليا كانت برضو بطولة البريتش أوبن إنجلترا مفتوحة، بس صغيرين جونيورز، كانت تحت 11 سنة، تحت 13 سنة، كان عندي 11 سنة، دي كانت أول بطولة دولية لي. ايه صعوبة البريتش اوبن اللي انت دخلتي فيها المرة دي؟ صعوبة ان هي بتبقى اكبر بطولة عندنا، وان هما يعني بيبقى فيها كل اللاعبين يعني من كل من اول واحد على العالم لحد 30 على العالم، ف بيبقى كله جاي، ان هي كمان بتبقى في اخر السيزون كله بيبقى جاي مهتم بالبطولة، لان هي من اكبر البطولات فكله بيبقى نفسه يكسب البطولة يعني. طبعا بالذات ان احنا كمان ما عندناش حد كان مصري يكسبها، فكانت بطوله بالنسبه لنا مهمه، كنا نفسنا ان احنا حد فعلا من مصر يكسب بس بطولة. الفاينل بتاعك كان مع قدام مع مصري بالظبط، فدي كانت حاجه كويسه يعني. كانت مين قدامك؟ نوران جوهر. نوران جوهر. فده كان 2 مصريين بنات، 2 مصريين ولاد. فلسه كنت بتكلم مع شورباجي ان ده يعني معناه ان احنا مسيطرين على السكواش. بالتالي ده احسن عصر لمصر يعني في السكواش، يعني مسيطرين على اللعبه سواء جونيورز او في الكبار، حتى الجونيورز. يعني عندنا كام من الولاد؟ عندنا 5 من الولاد، عندنا من 5 من الكبار و5 في السيدات، وعندنا الجونيورز برضو تحت 19 وتحت 17 والصغيرين كلهم. فعشان كده احنا لازم نهتم باللعبه دي يعني. انا شايف ان
انا شفت الحلقه بتاعت حضرتك اول حلقه في السنه الجديده، كان اول خبر قلتيه كان صح. محمد الشرباجي يكسب ان هو يرجع للتصنيف رقم واحد على العالم. فحتى لما الناس بتتكلم معايا وبيقولوا الاعلام، بقول لا، اللي هو الاعلام ابتدى ياخد باله من الحاجات دي، ودي حاجه انا يعني بحيي حضرتك عليها. انا استضفت كتير، استضفت رنيم الوليلي طبعا ورامي وكل الشباب دول كانوا ضيوفنا. بيتهيألي دول يستحقوا يعني ابطالنا كلهم، نور ومحمد ورامي وكل الابطال بتوعنا يعني يستحقوا ان الاعلام يعني المفروض يقدرهم يعني. طبعا بالتاكيد. نور انت ايه سبورتنج؟ انا حاليا دلوقتي سبورتنج، بس انا طول عمري كنت سموحه يعني. كنت سموحه بقى برضه اسكندريه يعني. اسكندريه. طيب قولي لي يعني يعني مين مثلك الاعلى؟ يعني عايزه تبقي زي مين في السكواش؟ هو انا الفكره عندي غريبه شويه، لاني انا طول عمري كان مثلي اعلى في البنات، كنت دايما بتفرج على نيكول ديفيز اللي هي كان بقى لها 10 سنين في مصر، 10 سنين بطله عالم. فهو موضوع غريب ان يعني هي عملت حاجات في سكواش عمر ما حد في العالم كله عمله، وما افتكرش ان ممكن حد يجي يعمل زي ما هي عملته. انها قعدت 10 سنين، قعدت 10 سنين رقم واحد على العالم ولسه بتلعب. لسه بتلعب بس مش رانكينج 1، بس على الاقل موجوده. لا موجوده. هي ايه رقم خمسه؟ خمسه دلوقتي. خمسه. لسه بتلعب. فنيكول ديفيز دي بالنسبه لكم الاسطوره يعني؟ انا بالنسبه لي هتفضل اسطوره مهما حصل يعني، هتفضل نيكول ديفيز هي نيكول ديفيز. بتدرسي ايه دلوقتي؟ انا في الاكاديميه البحريه في سنه تانية بدرس ميديا مانجمنت. عايزه تكملي بقى تلعبي سكواش؟ يبقى دي مهنتك، يبقى ده شغلك، ولا عايزه تعملي ايه؟ انا نفسي يعني طبعا بعد ما اتخرج ان انا اكمل سكواش يعني، بس في نفس الوقت يعني هو دلوقتي سكواش حياتي كلها طبعا واخد كل وقتي، ونفسي ان انا اكمل، بس في نفس الوقت شايفه ان سكواش يعني جزء في حياتي، يعني جزء من حياتي، وفي يوم من الايام اكيد هبطل العب سكواش. فنفسي يعني ان انا بعد ما ابطل سكواش اعمل حاجه ليها علاقه باللي انا درسته يعني، اللي هو الميديا، اللي هو اداره اداره الاعلام. فلو كان شرباجي بيتكلم على اداره الايفنتس واداره البطولات، انت بتدرسي كده؟ نفسي حتى لو اقدر اعمل حاجه لسكواش من اللي انا ادرسه يعني، بس نفسي ان انا اعمل حاجه بالكارير اللي انا درسته يعني. مين يعني ازاي البيت يخرج بطل؟ يعني اخوكي كان بيلعب سكواش وانت بتلعبي سكواش، ازاي البيت يخرج بطل بالذات بنت على فكره؟ هو بالظبط هو موضوع صعب جدا، بس يعني انا دلوقتي يعني مامتي وباباي كلهم وانا صغيره كان كله بيرتب كل حياته عليا يعني، على كل السكواش يعني، على التمرين وعلى السفريات وكده. فما يعني دايما بابايا من وانا صغيره كان بيسافر معايا في كل البطولات، مامتي برضو كانت على طول معايا، كانت مامتي على طول بتروح المدرسه بتعمل امتحاناتي، يعني كان دايما بيرتبوا حياتهم عليا يعني. بابايا كان دايما سايب شغله وبيسافر معايا. بس هما لما يعني لقوني ان انا كويسة بقيت احقق بطولات وكده، فهم ابتدوا يساعدوني يعني، لان سكواش عندنا لو ما فيش يعني حد وراه ما حدش هيعرف يوصل قوي. فيعني انا يعني كنت لك يعني ان انا ورايا حد يعني. طبعا طبعا. بطولة الجونة جايها هيشارك فيها كل لاعيب العالم يعني المشهورين. بطولة الجونة جاي 56 لاعب، منهم احسن 24 لاعب على مستوى العالم، رقم 20 بس اللي اعتذر الاسباني بورخا جولان للاصابة. وده يعني دي انا شايف انها فرصه كويسه جدا ان احنا في مصر نستعيد الثقه ان كل ابطال العالم دول كانوا بعد الغاء بطوله العالم. بالظبط كده. فمكان الجونه ساعد ان يعني بتمتاز يعني الناس واثقه ان شاء الله هيبقى امان وكل الكلام ده، فكله قرر انه يجي كل لعيبه والاتحاد الدولي محترفين وافق على استضافتها، ودي هتتذاع في اكتر من 30 محطه في العالم. فبالتالي احسن رساله نقدر نوصلها يعني للناس بره ان هم يتفرجوا على بطوله الجونه، واتمنى ان المحطات المصريه كمان تذاعها، ده مهم. هي بالظبط هي هتتذاع على اون تي في حصري. طيب معانا الاستاذ عاطف الشربيني والد نور. مساء الخير يا استاذ عاطف. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك ومبروك عليك نور. ازاي يعني اولا ايه مشاعرك وهي بتكسب واحده من اصعب البطولات واهمها في العالم؟ حاسس بايه؟ لا نور الحقيقه يعني تفاني مدخلنا في اجواء جديده وعامله لنا مفاجات، ومن وهي صغيره يعني معيشاني يعني البطولات ما بحلمش ان هي تجيبها يعني واضح ان عليك كنت بتلف حوالي بتلف معاها العالم. طبعا طبعا انا كنت بسيبها، ما كنتش بسيبها خالص، بس الحمد لله دلوقتي كبرت وابتدت تريحنا
وتطلع لوحدها يعني الحمد لله. يعني ازاي البيت بيقدر يوفر بيئه جيده لانها تخرج ابطال، خاصه ان احنا عندنا فكره المذاكره ولازم والثانويه العامه ولازم تذاكري، ويعني وساعات كتيره اهالي بتعتقد ان في تضارب بين التدريبات وبين المذاكره. طبعا الموضوع مش سهل ابدا يعني. الموضوع ده يعني لخبط حياتنا كلنا، وكلنا بقينا ماشيين ورا النور، وهي كانت بتساعدنا تملي الحقيقه ان وهي صغيره بتعمل حاجه فنقول طب يعني هنعمل ايه؟ هنسيبها؟ حرام، لا لازم نكمل وتعمل لنا حاجه احسن وحاجه احسن وحاجه احسن. فاضطرينا كلنا نغير بقى اسلوب حياتنا ونبدا نشوف البطله اللي جايه لنا دي اخبارها ايه؟ وازاي نقدر نساعدها ومامتها ازاي ترتب لها امتحاناتها. والحقيقه الحمد لله كان كل الناس اللي في الدراسه يعني الاكاديميه كانوا متعاونين معانا، النادي كان متعاون معانا، فكل دول كانوا بيساعدونا الحمد لله. هل والدتها موجوده جنب حضرتك؟ اه موجوده. ممكن نكلمها برضو ونسالها؟ اه طبعا طبعا. الو مساء الخير يا فندم. مبروك عليكي نور، ومشاعر الام بتبقى مختلفه بالذات مع بنتها يعني. اه طبعا مشاعر جامده. اي أيوة والله يعني الحمد لله هي دايما مفرحانا، دايما مخليانا فرحانين بصراحه الحمد لله يعني. كنت قلقانه في البطوله البريطانيه بالذات لانها صعبه؟ والله اه بصراحه يعني كل البطولات مش بس دي، الواحد كمان لما بيبقى بعيد كمان مش قدامها بيبقى قلقان اكتر. بس الحمد لله الحمد لله ربنا بيكرمها يعني الحمد لله. يعني نور وهي من وهي صغيرة انت متوقعة لها انها تكون بطلة؟ والله اه يعني كل المؤشرات يعني هي كانت وهي صغيرة كانت اخذت بطولة العالم برضو للكبار وهي لسه عندها 13 سنة، فكانت برضو مفاجأة للعالم برضو ان هي يعني عملت حاجة كويسة، فكانت يعني عندها كده مبادئ ان هي تبقى بطلة يعني، فده خلانا برضو الحمد لله نساعدها لحد ما والناس اللي حواليها والمدربين والنادي كله بصراحة يعني، فالحمد لله ربنا كرمها يعني. وانا بشكرك ان انت ووالدها قدرتوا ان انتوا يعني تخرجوا بطلة زي نور. نور نفسك في ايه يعني، بتحلمي بايه؟ في السكواش يعني. سكواش يعني طول عمري طبعا نفسي اكيد ابقى رقم واحد على العالم يعني، مفيش حد دايما ما يتمناش ان هو يوصل يعني، فنفسي ان شاء الله ابقى اوصل رقم واحد على العالم، واحاول ان انا افضل في رقم واحد على قد ما اقدر يعني، ونفسي ان شاء الله اكسب بطولة العالم اللي هي ان شاء الله جاية في كمان شهر يعني، ده لحد دلوقتي ان شاء الله. حاسه انك اندر بريشر على طول يعني، تحت ضغط على طول، ما بتخرجيش زي صاحباتك البنات، ما بت يعني مش عايشه حياتك وتحت دايما تمرين بطوله بتاع، بتحسي بالضغط ده؟ هو اكيد اه يعني على طول احنا مضغوطين لان احنا على طول مسافرين وفي كل حته يعني، في كل شهر ببقى لازم ابقى مسافره في بطوله، ففي نفس الوقت يعني عشان اسافر ده لازم بيبقى في تمرين كتير، وطبعا في نفس الوقت في يعني في مذاكره ودراسه، فببقى لازم ببقى في دراسه ببقى دايما ستريسد ومضغوطه لان بيبقى عليا حاجات طبعا فايتاني كتير، وفي نفس الوقت ببقى لازم ان انا ادي التمرين يعني 100% كل حاجه عشان اروح اعمل في بطوله كويس، فدايما ببقى بسرعه وسريعه وحاجات بسرعه ورا بعض. بس عموما اكيد لما بتكسبي بقى بالزبط. ده بيعوض كل اكيد حاجة. يعني ده بيبقى يعني بيبقى بنسى كل حاجه يعني، ده بيبقى اهم حاجه بالنسبه لي ان هو يعني بعد كل ده ما اروحش على الفاضي يعني. الحمد لله. البطوله امتى؟ بطوله الجونه امتى؟ من 21/29 ابريل. وان شاء الله نتمنى لكم النجاح والتوفيق وانها تبقى بطوله مهمه، وانه فعلا يعني دي سياحه لمصر يعني، الرياضه بتبقى من اهم العوامل جذب السياحه. انا بيتهيالي ان يعني في اي بلاد دلوقتي الموضوع السياحه الرياضيه ده بيفرق جدا، لان لو بقى عندنا كذا حاجه زي في السكواش والجونه وفي كذا الكايت سيرفينج وفي حاجات كتيره تبتدي تتعمل، فده الورد اوف ماوث، اللعيبه دي لما بيجوا مصر وبيشوفوا ان الدنيا امان، وغير ان هم بتتذاع بره البطولات دي، فالناس بتبقى شايفه اجانب بيلعبوا وشايفه اجانب حاضره البطوله، فبتقدر توصل رساله ايجابيه على بلدنا يعني.
بتمنى لكم التوفيق، مبروك، وان شاء الله تكسبي بطولة العالم. كابتن عمرو بتمنى لك التوفيق، واتمنى طبعا ان البطولة تبقى ناجحة نجاح كبير. بطولة زي الجونة وغيرها دي بطولات مهمة بتساعد على ترويج السياحة، والحقيقة انا سعيدة جدا باستقبال الاطفال ابطال النهاردة. نور بشكرك، كابتن عمرو بشكرك، ونخرج فاصل، وبعد الفاصل نكلمكم بقى على اتحاد المصارف العربية اللي غير رئاسته وكيف يواجه الإرهاب.